السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. أنا مرسي إبراهيم السيد الشهير بالكابتن رضا، مدرب لفريق البراعم بنادي البنك الأهلي، وابن للمرحوم الكابتن إبراهيم مرسي، اللي بتوجه بداية بالشكر وبالعرفان بالجميل الحاج الكابتن كرام كردي رئيس مجلس إدارة نادي بكوس، اللي بأمانة يعني فكر ووصل إن هو عمل مرة واثنين ودي الثالثة يمكن أو الرابعة اللي بيقيم دورة تنشيطية لإحياء ذكرى المرحوم الكابتن إبراهيم مرسي اللي هو والدي، مؤسس كرة، وهنقول نبذة صغيرة كده عنه. كابتن إبراهيم مرسي الله يرحمه هو مؤسس كرة اليد بنادي بكوس الرياضي اللي هو أكبر نادي شعبي في جمهورية مصر العربية، بأمانة من ملعب لأنه كان بيعمله بإيده، من لاعبين اللي كانوا بيقفوا يسندوه، كل ده كان بالمجهودات الذاتية. وكان أول فريق اتخرج أو لعب باسم وشال اسم نادي بكوس كان من طلبة كلية التربية الرياضية، ومن أهم العلامات اللي موجودة كانت في الفريق ده السيد الدكتور سامي محمد علي رئيس لجنة المنتخبات القومية بمصر، ومدرب سابق لنادي الزمالك اللي وصله للمراكز الأولى، وفي نفس الوقت محاضر دولي. وما نقدرش ننسى طبعا الكابتن جابر سعيد لاعب منتخب مصر السابق ونادي الوصل بالإمارات، ومن أحسن، وحصل إن هو بقى من أحسن 10 لاعبين باك يمين في العالم. كمان ما نقدرش ننسى الدكتور الصيدلي الكبير أخونا الكبير الدكتور كارم كردي أخو الحاج كرام الكابتن كرام، والدكتور السيد الدكتور برضو كرم كردي رجل الأعمال الشهير، وطبعا بالسالف بالذكر والجدير بالذكر الكابتن الكبير صلاح عبد الله الشهير بالكابتن صلاح رامبو رئيس جهاز نادي البنك الأهلي، ومدرب بنادي الخليج السعودي ونادي الشعب الإماراتي، والكابتن محمد حميدو المدير الإداري السابق بنادي النحاس. دول من أهم الشخصيات اللي ممكن نقدر، وهم متواجدين ومتواصلين وربنا يكرمهم، دول الخريجين أو هم دول اللي كان عصروا الكابتن إبراهيم مرسي. أشكر الكابتن والأستاذ طارق الإعلامي ابن نادي البنك الأهلي اللي قام بالدور واللي اداني الفكرة كابتن صلاح بإن نعمل الحوار ده إحياء لذكرى والدي الكابتن إبراهيم. وأشكر كل من حاول أو فكر أو ساهم إن هو يحيي ذكرى الله يرحمه الكابتن إبراهيم مرسي اللي عمل ووصل بحب الناس ولوقتنا هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.